فحتة النرجسية، لا هو مش عايز زوجته تقول له تعيبه ولا تنتقده ولا تخطئه، لا مش انت اللي تغلطيني، مش انت اللي تقولي لي انك غلطان، مش انت اللي تنصحيني. هذا نوع من النرجسية. وبرضه هنقول ازاي الزوجة تتعامل مع زوجها ان كان نرجسيا. ايه بقى قصة النرجسية وجاه منين المصطلح ده؟ بيقول لك كان في حد يوناني، دي أسطورة على فكرة، بيقولوا كان في حد يوناني وكان معجب بنفسه قوي قوي. اعجابه بنفسه خلاه يعيش في انعزالية، يروح في مكان كده جنب ايه، عند نهر، يقعد كده لوحده. فأي حد بيروح عند مية، المية بتعكس صورته، شاف نفسه فين؟ في المية. فأعجب بنفسه أو في المية، وكان اسمه نرجس. باليونانية يعني نرجس بالعربية، باليونانية نارسيوس، نارسيسيوس. فكل ما يروح كان يحب قوي يروح عند المية عشان يشوف نفسه في المية. عمل ده عنده نوع من الإدمان، انه لازم كل يوم يقعد وقت جنب المية علشان يشوف نفسه في الماء، فتعلق بهذا المكان وبهذا الماء وبهذا الجو. خلاص الموضوع عنده بقى خلاص ادمان، لا يستطيع ان يتخلى عن هذا لحظة. قال لك لحد ما فقد عقله خلاص، عنده بقى ان هو يشوف نفسه في الماء ده حاجة ايه، وبقت من ضمن الحاجات التي يعشقها. قال لك لدرجة انه أراد أن يمسك بصورته في الماء فنزل فغرق ومات، ومن حينها عرفت الشخصية النرجسية. تشخيص النرجسيين: المبالغة في إظهار الذات والنفس، يحب يعبر عن ذاته كده، يحب يقف قدام المراية يعمل كده ويسرح وكل شوية يعدل ويعمله، وممكن نتكلم عن نفسه كده، ايه الحلاوه دياتي، ويتكلم نفسه فاهم ايه الشياكه دي. وقد يحسد نفسه، يحسد المال لاصحابه، او ممكن الواحد قد يحسد الانسان نفسه. تمام، لما حد بيسال الحسن البصري بيقول له هل قد يحسد الاخ اخاه؟ قال لا ابا لك، قد حسد اخوه يوسف يوسف فيكيد لك كيدا. خلاص يبقى وارد ان الواحد يحسد نفسه، وده ربما سمعنا عنه في مجتمعنا ان فلان كان قال عن نفسه كذا. السنة عندما ترى شيئا يعجبك او يسرك ان تقول، ان تبرك، برك يعني اللهم بارك، ما شاء الله لا قوة الا بالله، زي ما ربنا قال لنا في قصة صاحب الجنتين في سورة الكهف،